طيب نروح لزميلنا كريم احمد مره ثانيه ولقاء مع احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي كل جمهور النادي الاهلي. عبد القادر مبروك عبد القادر، فوز مهم الحقيقه واداء مميز كالعاده من عبد القادر، ثقه كبيره ووعي كبير من كل لعيبه النادي الاهلي. خلاص حققنا هذه المباراه، عندنا مباراه بقى صعبه ومهمه جدا المباراه النهائيه، لكن المباراه النهارده بتمثل لك ايه والفوز بيمثل عبد القادر؟ والله الحمد لله انا طبعا برحب بالناس الكابتن الموجوده في الاستوديو النهارده. زي ما انت شايف اداء رجولي من كل اللعيبه، يمكن بدايه الماتش ريحتنا شويه لما جبنا الهدف الاول، بدا يشيل الضغط من علينا شويه في اول الماتش، بدانا نلعب كورتنا بعده شويه، يمكن كان على فترات بس بنفقد الكره كده نتيجه لبعض الاجهاد من بعض اللعيبه، فالحمد لله ربنا كرمنا بالنتيجه المطلوبه مننا وقدرنا نبقى موجودين في النهائي الحمد لله المره الثالثه على التوالي. جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في عبد القادر ومستني منه الكثير، التوفيق اما بيكون موجود بتحقق امور عديده جدا، الامر ده بتحسبه ازاي وشايف الفتره اللي جايه مع عبد القادر ازاي مع جمهور النادي؟ والله مش عبد القادر بس، عبد القادر كل تركيزه منصب انه يبقى في خدمه الفريق، مش عبد القادر بس انه يحقق حاجه لنفسه، طول ما عبد القادر بيساعد الفريق وماشي كويس بتبقى حاجه كويسه جدا لعبد القادر طول ما هو بيحاول يساعد الفرقه، فاتمنى ان انا اكمل بالمستوى ده وان شاء الله احاول اطور الحاجات اللي حاسس انا من جوايا ان هي ما كنت بقى ناقصاني، فطبعا بقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله اللي جاي احسن وانتظرونا ان شاء الله نقدم مباراه قويه باذن الله في النهائي، بس احنا زي ما انت عارف عندنا ماتشين في الدوري لازم نركز فيهم الاول، ناخدها كده درجات ان شاء الله نطلع بالسته بونت وربنا يكرمنا ان شاء الله في النهايه باذن الله. هطول عليك لكن خلاص الصفحه دي اتقفلت، عندنا مباراه مهمه جدا وهي تحديدا كمان مباراه الوداد، مهما كان الملعب ومهما كانت الاجواء احنا عندنا رجاله في اي مكان بتكون موجوده، شايف المباراه النهائيه ازاي من وجهه نظرك؟ والله زي ما انت الناس كلها عارفه تبقى المباراه النهائيه تبقى عامله ازاي، طبعا بتنزل طبعا كل تركيزك انك تبقى تحارب على البطوله، خلاص انت عديت كل المراحل الصعبه، انت خلاص موجود في الفاينل فهتعوز تاني، لازم طبعا كل مجهود السنه اللي طلعتها في البطوله تطلعها في الماتش ده، فانا اعتقد ان الرجاله ان شاء الله على قدر المسؤوليه وباذن الله باذن واحد احد ان شاء الله التوفيق يبقى حالفنا في الماتش ده وان شاء الله تبقى البطوله من نصيبنا باذن الله يعني. الله يبارك فيك حبيبي، تسلم. نشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي احمد عبد القادر، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي.